بقول لك، مرة واحد يهودي راح فرنسا وتعرف على واحدة فرنسوية، قضى معاها ليلة واداها 50 يورو. تاني يوم قضى برضه ليلة واداها 50 يورو. تالت يوم برضه قضى الليلة واداها 50 يورو. رابع يوم برضه اداها 50 يورو. الولية انبسطت منه قوي، قالت له أنا حبيتك يهودي وكريم ب2 يورو كده مرة واحدة. وعلى فكرة أنا عمتي ساكنة عندكم في تل أبيب. قال لها ما هي اللي بعتها لك ال2 يورو. اوكي، اجد لخا بدي حارت ببقي شاها بعض. لا لا لا، ما شاء الله يا ناجي باشا، ده انت بتتكلم العبري احسن منهم كمان. يلا استاذن انا بقى. ايه على فين؟ رايح اعمل حوار صحفي دلوقتي مع نتنياهو. اعوذ بالله، الراجل ده ما بينزليش من الزور، الله يكون في عونك. عارف اكتر حاجه عجباني فيك ايه يا ناجي بيه؟ انك عارف الناس دي كويس قوي، ومع ذلك بتعرف تتعامل معاهم. انا بقالي 20 سنة باجي هنا اعمل حوارات وموضوعات صحفيه للجورنال، ومع ذلك مش قادر. نفس الخنقه اللي جاتني اول يوم وصلت فيه تل ابيب هي اللي جوايا بعد 20 سنة. انت مش كان في جريده هنا كانوا عايزينك تكتب فيها وعرضوا عليك مبلغ كبير؟ ايوه، جريدة معاريف. وعملت ايه معاهم؟ رفضت طبعا. رفضت ليه؟ انا ضد التطبيح. ناجي بيه، بعد اذن سعادتك. ايه في ايه يا محسن؟ سيادة السفير عايز سعادتك. انا عارف سيادة السفير، هتكلمني عن المرتبات النهارده على اخر النهار كله هيكون قابض. اصل البنك هنا بعيد عنك. الفلوس تخش بمنتهى السهوله، تيجي تطلعها عقد الدنيا وشغلانات واجراءات. انا لولا قاعد على دماغهم كنا قبضنا كل شهرين. اوكي ناجي بيه، اوكي. انا عاوز اعرفك على المستشار الاعلامي الجديد في السفاره، جمال بيه. جمال عبد الناصر. مين سعادتك؟ جمال عبد الناصر. جمال عبد الناصر هنا في تل ابيب؟ يا نهار اسود، وده داخل ازاي؟ طب السادات قلنا معقوله، انما جمال عبد الناصر كمان. اهلا جمال بيه. اهلا بيك يا فندم. يا ترى المدام والاولاد جم معاك؟ لا يا فندم، انا هقعد شويه لوحدي كده لحد ما اخد على الكوا وبعدين ابعت اجيبهم. ناجي بيه، همتك معانا؟ عايزين جمال بيه يسكن جنب السفاره بقدر الامكان. السمسار اللي احنا رايحين له ده اسمه روني بتاعه. عنده مكتب هنا وبيشتغل مع السفارات، بس شغله مع السفارات كلها كوم، وشغله معانا كوم تاني. انت سرحان في ايه؟ فكها يا جمال بيه، فكها. انت لسه قاعد 4 سنين، هتنكد على نفسك من دلوقتي؟ فاحنا ننكد على ابوه. فكها فكها. روني. مستر ناجي. اهلا روني، ازيك؟ اهلا مستر ناجي. اسمع دي، بقول لك، مره واحد يهودي قالوا له لو الدنيا بردت هتعمل ايه؟ قال لهم هقعد جنب الدفايه. قالوا له طب لو بردت اكتر؟ قال لهم هقرب اكتر من الدفايه. قالوا له طب لو بردت اكتر واكتر؟ قال لهم هلزق في الدفايه. قالوا له طب لو نزل تلج؟ قال لهم هشغل الدفايه بقى وامري لله. بص يا روني، مستر جمال يبقى ابن خالتي، عايز له احسن شقه في تل ابيب بس بسعر حنين. ازاي مستر ناجي احسن شقه في تل ابيب ويكون سعره حنين؟ لا لا لا، تيجي ازاي دي يا راجل؟ ده انا جايب لك 30 زبون لغايه دلوقتي، لما اجي اقصدك في خدمه تطلع ندل كده؟ بلاش الشغل بتاعك ده. انت كل واحد تجيبه تقول ده ابن خالتي، ده ابن خالتي. انا اصل خالتي كانت ولاده، كانت بتولد توأم كل 9 اشهر. بقول لك ايه، ما تديله الشقة اللي قدام. لا 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 لا، دي شقة غالية كتير. هتغلى عليا أنا برضه يا روني؟ ما تصغرنيش بقى قدام ابن خالتي. خلاص، أعمل لك خصم 5%، ده عشان خاطرك أنت بس. 5% ده خصم برضه؟ ها؟
انت بتقطع من لحمك الحي يا راجل انت؟ بلاش الشقه دي، شوف غيرها. لا احنا هناخد الشقه دي بقى وحر ونار في جتتك وما هتعقد. اسم جمال بيبي الكامل ايه؟ جمال عبد الناصر. بيتلبشوا لما بيسمعوا اسمه. سوق الكرمل كفي الشيء تلاقيه هنا، لو عايز اي حاجه ابعت السواق يجيب لك اللي انت عايزه. يلا ادر ناجي مسلوخه. سلام وفادة، ما نسمع. بسدر بسدر. وضبت الحاجة؟ كله جاهز. اسرع. خليه يحطها في العربية. بامي كونيك. هنا بقى بيموتوا في ام كلثوم، يعني هتسمع ام كلثوم هنا اكتر مما تسمعها في مصر. انا اسف يا ناجي بيه، بس اسمح لي، هو الولد حط لك ايه في العربيه؟ انا شايف الموقف مريب شويه. لا ده شويه جمبري وصايه كده. كل القلق ده عشان شويه جمبري؟ في حاجات ممنوعه في اسرائيل، ممنوعه منعا باتا، زي الجمبري والكابوريا والقراميط. اي حاجه تطلع من البحر ملهاش قشر، اللي هي الفلوس بتاعت السمك، تبقى محرمة حسب الشريعة اليهودية. طب وحضرتك جبته ازاي؟ الفلوس تمشي أي حاجة. إيه تاني ممنوع في إسرائيل أنا جبته؟ القمار. اللي بيتقفش بيلعب قمار تبقى جناية. قمار؟ حاجة غريبة أوي. ده كل نوادي القمار في العالم أصحابها يهود. اليهود بيلعبوا مع العالم كله. إنما ما بيلعبوش مع بعض. الغاوي في يوم بيروح طابة يلعب هناك. أي بيروح شرم، في مراكب هناك خارج الحدود الإسرائيلية بيلعبوا فيها.